بسم الله الرحمن الرحيم. عبد العزيز مرزاق الكاتب العام لمستخدمين حافلات موبيليز ديف المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل. بهذه المناسبه نشكروا قناه الشمس على هذه الوقفه وعلى اعصاب الحدث ديال هذا المسائي ديال هذه الوقفه الاحتجاجيه، وهذه الوقفه الاحتجاجيه الثانيه اللي جنا واحد علقنا واحد الوقفه احتجاجيه في لوكانسات بعد تدخل السلطات المحليه والسلطه المفوضه، بحكم انها راه عندها مسؤوليه على عاتقها لان فوضتنا لهاد الشركه المفوضه. المشكل الرئيسي وهو ان قدمت شركه ديال موبيليس على اقصاء وتسريح بعض المستخدمين اللي عنده علاقه اعضاء مكتب نقابي. هذا المشكل اللي انه كان حنا علاش جينا حتى جينا الان، لان الصمت الرهيب للسلطات بعد انه ما قدمنا رسائل عديده لا بالنسبه للسلطه المفوضه ولا بالنسبه للوالي سيد الوالي بالمدينه ولا بالنسبه لمندوبيه الشغل او التدخل ديالهم لايقاف هذا النزيف الذي لا يخدم المصالح العامه بالمدينه، وخاصه حنا في واحد الظرفيه وبائيه ديال كوفيد، لانه شركه خدات على عاتقها التشريد رغم انه كتشوف هذه الجائحه ديال كوفيد وهذا الشيء اللي لانه من مشينات ومن لا الاعراف ولا القوانين جاري بها عمل كدير، زيد على ذلك عدم احترام الحريات النقابيه، لان ما حنا كنقابه لان كنعرفوا المسؤوليه ديالنا واللي تراسلنا مع الشركه حول طلب لقاء حول مناقشه الاوضاع حول كذا، لكن ان الشركه ضربت عرض الحائط هذه الرساله وقدمت هي المسائل. زيد على انه هذا الاقدام ديال الشركه على حول بعض المستخدمين داروا واحد الشكايه في الموضوع حول ملائمه لدى المحكمه المقره مدينه وجده، جات الشركه انها قدمت على هذه المساله على هذا اقصاء هذا الثلاث، ونحن الان في هذه الوقفه الاحتجاجيه تنديدا واستنكارا على الصمت الرهيب اللي راه قايمه بالسلطه المفوضه والسلطه المحليه وكذلك حتى المؤسسه ديال الشركه. حنا نقابه، حنا شريك، حنا ما نبغوش الامور المسائل، لكن كنبغيو الحقوق ديالنا والحقوق ديال الشركه على عاتقنا، لكن مع الاسف الشديد انه الشركه ضربه عرض الحائط من ناحيه ديال الحريه النقابيه، من ناحيه الحقوق اللي حنا كنطالبوا حقوق بسيطة جدا والتزمت بها الشركة في ملحقة رقم 3، وهذا هو الإشكاليات اللي كاينة بيننا وبين هذه المؤسسة هذه، ونطلب الله سبحانه وتعالى أنه يكون ساند لنا لأننا نحن على حق، نحن على حق، حنا ما باغيش صداع في المدينة ولا جايين نحتجوا أننا غادي نديروا فوضى ولا هذا، لكن حنا نطالبوا باحترام الكرامة ديال العامل، احترام الحقوق العامل، احترام المسائل والمبادئ ديال الشركه والتزامات ديال الشركه انها تحترم كل الاطار. حنا كنقابه كنحترموا المسؤوليه ديالنا والشركه تحترم المسؤوليه ديالها باش الامور تكون على ما يرام ومسائل، لكن للاسف الشديد هذا ما احنا على اطار هذه الوقفه كتدل على انه هناك مشاكل، هناك ناس مطرودين متشردين، ونحن نرفض جملة وتفصيلة التشريط في هذه المدينة هذه، حنا ولاد المدينة والشركة جات تبناتنا تحترم حقوقنا تحترم الحريات ديالنا، وشكرا خوتي تبارك الله عليكم.